اصبروا شويه، اصبروا ان شاء الله ربي يجيب الخير. احنا على بالنا بلي الضغط راه الضغط اللي راه عندي انا اكثر منكم، خاش حتى واحد بصح انا الاف راهم يعيطوا لي يضغطوا عليا في اليوم. هذا الالاف هذو انا ان شاء الله ان شاء الله المنظمه هذه تكون عند حسن الظن تاعكم ان شاء الله. احنا رانا نجعوا والله ما رانا حابسين وما نبخلوا عليكم حتى حاجه. شنو صبروا في اخر ان شاء الله، واللي جابها ربي مرحبا بها. هذا هو شنو نقولكم، صبروا في اخر واللي جابها ربي مرحبا بها. هذا هو شنو نقولكم. وماذا بينا الناس اللي راها تتكلم وراها ظلت تواسي فينا، والناس اللي راها تقول على هذا المعدل الانتقال باللي هذه رداءة والاخر وكاع، خلاص حبسونا حبسونا من هذاك الاخر هذاك، خلاص انتهى الامر انتهى الامر. كاين الناس اللي انقاسوا في في, في 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 هذا الامر وعرفوا مستوى مستواهم مستوى عرفوا وش معنتها تلميذ كان طول السنوات السابقة يجيب 12-13 وفي هذا العام جاب 9.80 ولا 9.20 ولا عرفوا وش معنتها، وش من الأسباب اللي راني نتكلم عليها هنا. يا كل حال نشكر جميع المتابعين وما تتقلقوش أبناء تاعي، إن شاء الله تكون فيها خير وإحنا رانا معاكم وما راناش حاسين، وإن شاء الله إن شاء الله كل واحد يدي الحق تاعو كما وإن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يصلك كل جديد، لا تنسى الاشتراك واللايك في القناة.